هبهم يا لطيف. يلا سمعينا. بعد ما مرق نص العمر على شو بتقول بينك وبين حالك أنا بندم على؟ بندم على شغلي وحدة، إني كنت لازم أتجوز بعمر أبكر، كنت لازم شوف أولادي وكأني أنا خيون مش بيون. بس الحرب ما خلتنا نتجوز بكير، لأنه كنا على طول على الطرقات ومشاكل. لو تجوزت بكير كان عمري 10 سنين أكيد، ما كان ضعف من نصيبك. هلا كنت نقيت غيرك يعني. ما أنتوا تزوجتوا من دون حب ليندا صح؟ إيه الحب إجا بعدين. بعد كم سنة حسيتي حالك مزبوط أنا مغرومة فيه؟ لا جواز هلا هي أول ما تعرفت عليه لأنه ما بعرفه كنت ما كان في حب، بس مع العشرة بلا دغري يعني. سؤالك حبيبي، حسيتي بمكان ما أنك انظلمتي معي؟ استرجي قولي لا. لا ما حسيت حالي انظلمت. أنا بقول نتيجة هالزواج جيني 3 أولاد وشايفي حالي فيهم، عملت واجباتي على أكمل وجه يعني، ما حسيت حالي مظلومة بأي محل، حتى فرق العمر ما زعجني. ما حسيتك في مرحلة من شبابك كان لازم تعيشيها أكتر؟ لا رح قلك ليه، لأنه نحن لما تجوزنا لو كنت ما تجوزت بوقتها الحياة ما كانت رح تخليني أعيش غير شيء، لأنه حرب وقصف والكسينة ما كان فيه على أيامنا، كانت قصف وضرب، ما فيك تروحي محل، ما في نايتات، ما في ظهرات، ما في سهرات، يعني ما رح شيء كان موجود وأنا ما عملته. لا يمكن كنت عملت كارير لإلي لأنه كنت جون كتير، ما قدرت كفيت كارير لأن جواز صار عندي أولاد، يمكن هيدا النقطة الوحيدة، بس غير هيك لا. أنا أسئلة سريعة بتكون جاوبوا فيها بنفس الوقت، رح أسأل نفس السؤال الإجابة ما بعرف كل واحد على طريقته بس بكون جابوها مع بعض. جاهزين؟ جاهزين. يلا ظهرة أم قاعدة بالبيت؟ قاعدة بالبيت طبعا. جاوب. حلو بدك جاوب. قال طبعا هو وافق لك. سمح لها أنا. تلفزيون أو نوم؟ أنا تلفزيون. نوم. أكل أو ريجيم؟ ريجيم. أكل. هو أكل ما مبين. على الموضة أم كلاسيك؟ لا على كلاسيك. كلاسيك. أنا زياد بارود أم سليمان فرنجية؟ اثنين سوا مناح. هيدا سؤال سياسي ما انا ما لي فيه هيدا. لا الاقرب لك. لا انا اثنيناتهم اصحابنا يعني. اثنيناتهم ما عندي يعني. طب اذا عندك شيء مشكله بدك تقولي اول تليفون تمسكي لمين بتحكي؟ لمين بالنسبه لشو؟ لا 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 شيء. اي بين زياد وبين حسب سليمان. اذا واحد مصغرته بحكي مع اذا مشكلتي مصغرته بحكي مع سليمان. اذا شيء مشكله بدك تشكي مع علي لمين بتشكي؟ لا هلا اذا كان انا رح جاوب عنها. اذا كان مفتكره انه هو حيث محامي الوزير بارود انه نلتجي له، لا في محامي صاحبنا وقربتنا يعني. رح نقطع. قطعيها هيك. قطعناها. ديمقراطيه ام فيدراليه؟ لا ديمقراطيه انا بس مش توافقية. أنا رح أترككم هلأ بهيدي المرحلة. إلك قلب؟ دعانك تفلي. لا ما إلي قلب. ما بتكون يعني فيلم تلقطين فيه. هلأ تحسي حالي غيري أو مش قادرين. جاهزين للاعترافات وجها لوجه؟ هلأ في اعترافات رح تقولوها لبعضكم لأول مرة. في مناولة بعدين؟ ايه في مناولة وفي غفران كمان. في غفران؟ في غفران. هلأ كل شيء بدك تفشي خلقك فيه فيك تعملي. لا ما أنا رح أستأذن وهلأ برجع. ما تطولي. لا ما تشغلوا لي بالي. تتركيني أنا وياها يمكن يصير في مشكلة. لا ولو هلا بفكروا إنه على طول مشكلينا، لا مش هيك. من الحديث اللي بلش أنا كنت مبسوط أكثر ما أنت مرتاحة، ويعني أنا كنت أحكي كل شيء، كنت حس عليكي إنه وكأنك عندك شوية هيك ضوابط بأسئلتك أو بأجوبتك بالأحرى. أنا اللي بقدر أقول لك اللي هيك مريحني أكتر شيء بالبيت إنه الله رزقنا بهال3 أولاد يلي أنا بتمنى إنه يكون الكل عندهم أولاد مثل هالأولاد اللي عندي هون، وبتمنى بالوقت ذاته كمان إنه يكونوا أولادهم محبوبين من جدهم ومن ستهم مثل ما أولادنا محبوبين ومن جدهم ومن ستهم. كتر خير الله جوزنا ربينا والله طعمنا، وإن شاء الله الكل الله يرزقهم مثل ما الله رزقنا. بدي منك إنه هالمقابلة اليوم اللي صارت لأنه حكينا كتير بصراحة ما تأثر بكرة هلا عشية بالبيت بتقولي لي حكيت هيدي ما لازم تحكيها. بقى هيدا اللي أنا بدي إياه. لا ما في شيء بيأثر هيدي مقابلة، وهيك العالم بتشوف الوجه الآخر تبعنا وما في شيء نخبيه أساسا يعني، واللي حكيناه هذا كل عائلة بتمرق فيه يعني ما في شيء غريب للآن. أنت ظلمتيني بعدة
انه بنكرز. بالعكس انا ما بنكرز الا وقت بشوف شيء شواز. هلا لتكون العالم افتكرت انه انا عصبي على حي الله شيء. لا بس ما هو الشواز كثير بالدنيا وخصوصا بهالايام صار في كثير شوازات. يعني انا ما فيني اتحمل الشواز بس عم بحاول انه بقول هالدنيا انه قد ما تزعل ما لها قيمه، ما لها معنى انه زعلك. مره طنش وانا وياكي بدنا نطنش اشياء كثيره. حياه قصيره ما بتحرز لانه من غير شر نحن صرنا على المقلب الثاني هلا. بتعرفي شو هلا انا لانه ابني بامريكا هو واولاده يعني ما مصدق امتين بيجوا عن جد ناطرهم، وكل ما كل يوم بيمرق بحس انه في يوم من عمري راح بقى بدون ما اشوفهم وشوف هالبنت وابنه. بقى بتمنى نرجع نشوفه بأقرب وقت يا رب. اكيد هيدا اهم شيء. شو طمنوني؟ كله تمام. كيف كانت القعده رفقت؟ ما بعرف اذا سمعتينا. شايفك شوي رايح اللون. شوفي اعترافات خطيره. في شيء خطير انقال؟ لا لا انا لا وقعت عيدية بقى. قد ايه بتحسي حالك بتعرفي عنه؟ بتعرفي 90%. 90% هالقد متاكده؟ وقد ايه بتعرفها؟ ما بعرف عنها شيء بعد. بده يتعرف. بتعرف شو برجه؟ بتعرفي لي عن جد ولا مره سئلها؟ على 40 سنه ما بتعرف شو برجه؟ ما بيهمني البرج. بتتذكر عيد ميلادها؟ عم تعمل شيء؟ مش عم بمزح. ما بعرف. ما بتعرف عيد؟ لا لا لا. بيعمل لك مفاجآت مثلا لعيدك اذا عارف قلبه الاولاد؟ منه ستيل مفاجآت. لا انا ما بحفظ اعياد. طب بيجيب هدايا؟ هدية اللي لها شي 5-6 سنين هي ذاتها بلفها وبعطيها اياها. وبتتفاجئي عشرت كل مره. طب شو اكثر شغله بتبسطها وبتقول بدي اعمل لها؟ اللي رايحه تعمل رياضه بقول لها الله معك. خلص الحكي هون دكتور رائد. الكلام عندك، تقييمك لوضع الضيوف والحديث اللي سمعته. الوضع تعبان. الوضع ما بعرف شو الحالة. تعبانة يا ليلى ولا شو؟ لا لا الحالة كتير منيحة. بضحك لأنه ما بتذكر عيد ميلادها وهي إنه ماشي الحال معها. منا مشكلة يعني معودة على الشيء هذا لأنه بده يكون معود بمكان آخر. حضرة العميد، لا مسألة الاحترام والتفاهم بعلاقتهم كتير مهمة لأنه طبعا هني تعرفوا على بعضهم سنة. وسألتي السؤال طبعا ما كان في حب، قلت لك صار الحب بعدين. هلا هون خطورة الموضوع إنه ممكن ما يصير في حب بعدين، بس لأن صار في تفاهم واحترام بصير في حب بالمعاملة. هلا الخطورة انه يكون في حب وما يكون في احترام وتفاهم فيما بعد، هيدي اخطر. فاذا هني محظوظين انه من جراء المعاملة صار عندهم هالحالة هيدي طبعا اللي بحبوا. هلا واضح انا بالنسبة لي انه بتقلي تحت الهواء اذا بدك شو رايك بحبوا بعضهم؟ بقول لك بحبوا بعضهم كثير مش شوي. لما يحكي عن ابنه انه بالولايات المتحدة الامريكية وما مصدق كيف يجي هو ولاده، هالعاطفة اللي عنده إياها هيدي العاطفة الجياشة والقوية هيدي هي بتكون من مستلزمات المنتمي للجيش وليس فقط المنتظم في الجيش. واضح أنه العميد مروان شربل فات على الجيش كانتماء للمؤسسة العسكرية والجيش، وهون بتجي ما في الواحد يكون عسكري ومدافع وماسك الأمن ببلد كوزير داخلية غير ما يكون عنده هالقدر العالي ومستوى العالي من العاطفة.